السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. اليوم سنقدم لكم حلقة جديدة والتي سوف تشمل بناء مدينة المهن والكفاءات بالناظور. وأخيرا تم الكشف عن بناء هذا المشروع الكبير الذي أعلن عاهل البلاد الملك محمد السادس عن توطينه بجميع جهات المملكة، وتقدر كلفة هذا المشروع حوالي 189,500,000 درهم، حيث حدد تصميم هذه المدينة في إنشاء 10 أقطاب كبرى، إضافة إلى أقسام إدارية وعيادات طبية لكل قطب، ومرافق خاصة بالابتكار واللغات وزيادة الأعمال، ومكتب متعددة الوسائط، إضافة إلى بنيات للأنشطة الموازية، حيث ستشمل مرافق عدة يستفيد منها الطلبة المتدربون في مجالات منها الصناعة والإدارة والتجارة والسياحة والزراعة والصحة، وهي خاص بالمتدربين، إضافة إلى منطقة رياضية. نكتفي بهذا القدر أصدقائي الأعزاء، وندعوكم بالاشتراك في القناة فضلا منكم، وتابعوا معنا الفيديو. الجهة الشرقية غادي طبقا يعني المخطط اللي كان على أساس باش هاد المدينة إن شاء الله تفتح الأبواب ديالها في سبتمبر، والأشغال خصها غادي تكون إن شاء الله انتهت في أواخر يونيو، وعندها واحد الأهمية يعني قصوى لا داخل الإقليم ولا داخل الجهة، بحيث كيف ما تعرفوا إقليم الناظور يشهد واحد تطور كبير. هذا رجع الناظور البور ناظور ويست ميد المارشيكا، كاين احياء صناعيه داخل مدينه نتاع الناظور. غادي هذه المدينه هذه غادي تكون كورقه يعني لتحفيز المستثمرين يعني للاستثمار داخل هذا الاقليم، ومشروع يعني خلق واحد الصدى كبير لا داخل الاقليم ولا داخل الجهه، ونتمناو باش يعني يساهم يعني بفعاليه في التنميه نتاع الاقليم ونتاع الجهه.